ماريو بالوتيلي سيدي غادي يشيل فريق قدرة الأمة في هذه الانتقالات الصيفية، وسيدة سيدي فريق قدرة الأمة غادي يتعاقد مع خامس رودريغيز في هذه الانتقالات الصيفية. المهم هذه ماشي الهضرة ديالي ولكن الهضرة ديال جميع الصحف الوطنية وزيد أو تحت الصحف العالمية، والصحفيين قالوا بالتحديد باللي فريق قدرة الأمة حاليا في واحد المفاوضات لجد متقدمة مع الإيطالي ماريو بالوتيلي باش هذا الأخير ينتقل فريق قدرة الأمة في هذه الانتقالات الصيفية. وزيد أو تكثر من هذا الشيء فحاليا فريق قدرة الأمة واحد المفاوضات لجد متقدمة مع النجم السابق ديال فريق ريال مدريد واللي هو الكولومبي خامس رودريغيز، ولكن تطرح واحد السؤال اللي مهم ومهم جدا، واش هاد الاخبار صحيحه ولا لا؟ المهم نبدا بالاجابه على السؤال هذا باللاعب الاول اللي هو خامس رودريغيز واللي قال لك سيدي غادي ينتقل فريق الوداد في هاد الانتقالات الصيفيه. اول حاجه اللي خاصنا نعرفوها كاملين واللي خاصنا نتفقوا فيها باللي حاليا خامس رودريغيز فهو كيتعتبر واحد اللاعب اللي حر، وحاليا وبعد ما وصلت الانتقالات الصيفيه فهاد اللاعب هذا يمكن له ينتقل لاي فريق بغى. يعني متى هاد اللاعب هذا اذا بغى ينتقل فريق وداد الأمة فيمكن له ينتقل له بكل سهولة وبدون صعوبة، ولكن عاوتاني إذا جينا نفكروا منطقيا فهاد اللاعب هذا وبعد ما توج هو أفضل لاعب في كوبا أمريكا فحاليا عنده واحد العروض اللي قوية وقوية بزاف، منهم مثلا عروض من الدوري القطري والدوري السعودي، وزيد عاوتاني عنده حتى بعض العروض من الدوري الصيني. أما من ناحية الخيار ديال الانتقال فريق وداد الأمة فهي واحد الحاجة اللي صعيبة وصعيبة بزاف، خصوصا من الشق المادي والمعنوي، لأن كما عارفين بلي خامس رودريغيز إذا بغى ينتقل فريق وداد الأمة فخاص ضروري الفريق يعطيه واحد الصالير اللي خيالي، وهاد الصالير هذا من المستحيل يوفر فريق وداد الامه لهاد اللاعب. وزيد عاوتاني في ظل العروض اللي تلقاها خامس رودريغيز في هاد الانتقالات الصيفيه فمن المستحيل هاد اللاعب هذا ينتقل لفريق وداد الامه. على هادشي البلان ديال الانتقال خامس رودريغيز لفريق الوداد فهو ماشي صحيح ولكن غير خبر من اجل البوز. اما من ناحيه اللاعب الثاني واللي هو الايطالي ماريو بالوتيلي فهاد اللاعب هذا حتى هو بالدور ديالو كيتعتبر واحد اللاعب اللي حر ويمكن له ينتقل لفريق وداد الامه مجانا، ولكن عاوتاني في نفس الوقت اذا جينا نفكروا منطقيا فنفس الكلام اللي قلته على خامس رودريغيز فنفسه غادي نقولوا على ماريو بالوتيلي. فماريو بالوتيلي كما كنعرفوا باللي جاور بزاف ديال الانديه عالميه، وهذا اللاعب حاليا واخا لاعب حر وكاد اللاعب هذا حاليا وبعد الوصول ديالو السن 35 سنه فاصل المستوى ديالو تراجع بزاف، وزيد عاوتاني واخا هذا اللاعب هذا المستوى ديالو تراجع بزاف ولكن هذا اللاعب هذا باقي كيتخلص بواحد الصالير اللي مرتفع. يعني هذا اللاعب هذا في حاله الانتقال ديالو لفريق وداد الامه فاول حاجه فريق وداد الامه ما غاديش يستفد مع هذا اللاعب هذا فنيا، لان كما قلت لكم هذا اللاعب هذا كبر وما غاديش يعطي واحد الاضافه لفريق الوداد، وثاني حاجه غادي تقام غالي على الفريق. على هادشي بالنسبه لي المساله ديال الانتقال ماريو بالوتيلي لفريق وداد الامه حتى هي واحد الاخبار من اجل البوز فقط. وزيد عاوتاني غير باش نقول لكم واحد المعلومه اللي مهمه ومهمه جدا، بعض اللاعبين اللي كيبدا يموت لهم الحوت فهما كيربطوا الاسم ديالهم بالانتقال لفريق الرجاء ولا فريق وداد الامه باش مره اخرى الاسم ديالهم يبقى يتداول بين الصحف العالميه، وهنايا غادي يدبروا على شي فريق ينتقلوا له في هذه الانتقالات الصيفيه. يعني من تلقى الخبر ديال انتقال خامس رودريغيز وماريو بالوتيلي لفريق وداد الامه فهو جا غير باش يشهر هاد جوج ديال اللاعبين باش في الاخر اذا كان شي فريق باغي يتعاقد معه في هاد الانتقالات الصيفيه يبدا يقول بلي هاد جوج ديال اللاعبين عليهم واحد العروض من فريق الوداد، وهنايا غادي يتسرعوا باش يتفقوا معهم باش ينتقلوا ليهم. اما من ناحيه البلان ديال الانتقال ديالهم لفريق الوداد فهو اشاعه فقط وما منه والو. ويلا في تلك معكم حافظ وتهلا.